of the adrenal cortex. Objective from this lecture, أخذنا الألدوستيرون هسه نجي على regulation of aldosterone secretion. وبعدين إحنا قلنا بكل endocrine system عندنا disorder هي either hyper or hyposecretion of the hormone. So regulation of aldosterone secretion. عندنا four factors اللي إلها علاقة بالregulation of aldosterone secretion. إذا تذكرون بالمحاضرة الأولى إحنا قلنا على regulation of hormone secretion. Some of the hormone is regulated by substrate. اللي هو هنا عندنا المثال هو الألدوستيرون, which is regulated by plasma level of potassium. إذن أول فاكتور هو potassium level. فاكتور الثاني هو angiotensin 2. فاكتور الثالث هو quantity of sodium in the plasma. والفاكتور الرابع هو ACTH. An increase in the plasma potassium has a direct stimulatory effect on the adrenal cortex and stimulate aldosterone secretion. Then, the زداد البوتاسيوم زداد الالدوستيرون secretion. من يزداد الالدوستيرون قلنا الالدوستيرون الإفكت مالته على distal part of the nephron will cause reabsorption of sodium and excretion of potassium. إذن راح يقلل لنا البوتاسيوم اللي ازداد بالبلازما. Reabsorption of sodium يصير ويا reabsorption of water فيزداد البلد فوليوم والبلد براجر. ولهذا المريض اللي يزداد عنده الالدوستيرون نسميه الالدوستيرونيزم يصير عندهم hypertension because of fluid retention. فاكتر الثاني هو شافوا الانجيوتنسين 2 has a stimulatory effect on aldosterone secretion. إذن من يزداد الانجيوتنسين 2 يزداد الالدوستيرون. طبعا الانجيوتنسين شو وقت يزداد؟ من يصير عندنا ديكريس بالبلد براجر حتى يرفع لنا البلد براجر, لأن هو راح يسوي لنا فيزو كونستركشن. نفس الوقت الانجيوتنسين 2 يزيد لنا الالدوستيرون والالدوستيرون يسوي لنا فلويد ريتنشن حتى يرفع لنا البلد براجر. ونعرف انه الانجيوتنسين 2 هو يجي لنا من انجيوتنسين 1 by the effect of angiotensin converting enzyme. والانجيوتنسين 1 يجي من الانجيوتنسينوجين اللي هو بلازما بروتين under the effect of رنين. اذا الرنين اللي هو الانزيم secreted by the kidney. شلون يصير عندنا الرنين؟ What are the factors that stimulate the secretion of رنين؟ عندنا 3 فاكتور. عندنا بالكدني يسمونه فد ابريتس نسميه جاكستا جلوميرولار ابريتس, وهذا between the afferent arteriole and the distal convoluted tubule. بالمحاضرات باليوتيوب انتم راح تشوفوها عندكم بها صوره واضحه. distal convoluted tubule be type of cells اللي هي نسميها macular densa cells. هذه تتحسس كميه الصوديوم, اذا مثل الكيمو ريسبتر. والجي جي سيلز هي تتحسس البرجر او البوليوم اوف ذا بلاد, يعني مثل البارو ريسبتورز. زين stimulation of the juxta glomerular apparatus by sympathetic stimulation albeta receptor is a sewiner secretion of renin. اذا هذه وحده الرنين, واحنا من يصير عندنا شوك يصير عندنا sympathetic. من sympathetic معنى stimulation of the apparatus secretion of renin, والرنين راح يسوي لنا angiotensin 1, والangiotensin 1 يصير angiotensin 2, والangiotensin 2 راح يدينا aldosterone, والaldosterone يسوي لنا fluid retention حتى يرفع لنا blood pressure. ثانيا من يقل البلد بريشر معناه الكاردياك اوتبوت راح يقل. من يقل الكاردياك اوتبوت سوري من يقل الكاردياك اوتبوت البريشر راح يقل. من يقل الكاردياك اوتبوت معناها الرينال بلد فلو راح يقل. من يقل الرينال بلد فلو اذا البلد فلو او البريشر او الفوليوم اوف بلد اللي جاي يوصل الى جاكسا جلوميرولاسياس اقل, فهنا راح تتحسس السيل وتسوي لنا سكريشن اوف رنين. اذا هاي الشغله الثانيه. الشغله الثالثه من يقل الصوديوم بالبودي, من يقل الصوديوم بالبلازما بالبلاد معنى كميه الفوليوم اوف البلازما قليله. معنى اذا الكميه هذه مالت الصوديوم قليله معنى الصوديوم which is filtered in the kidney in the glomeruli will be low. اذا الفلتر اول ما يصير عندنا فلتريشن بالجلوميرولاس, بعدين يجي الفلتريت الى بروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول, بعدين يروح الى اللوب اوف هيلي, بعدين الى الدستال كونفوليوتد تيوبيول,
احنا قلنا عندنا بالديستال كونفوليوتد تيوبيول هي الماكوليا دنسي. ماكوليا دنسي هاي مثل الكيمو ريسبتر، تتحسس اذا كميه الصوديوم قليله يصير بها ستيميوليشن، ومن يصير بها ستيميوليشن راح تنطي امباس الى الجكسر جلوميرولوسيز وتطلع لنا رنين. من يطلع الرنين عرفنا راح ينطينا بالنهايه الدوستيرون، والالدوستيرون يزيد لنا صوديوم ابزوربشن حتى يقلل لنا يسوي لنا فلويد ريتينشن ويرفع لنا البلد بريشر. سو الفير فاكتور هو بلازما بوتاسيوم، ثاني الانجيوتنسين 2. الانجيوتنسين 2 قلنا هاي الميكازم الثلاثه. اذا هسه الصوديوم يشتغل بطريقتين، ديكريز بالصوديوم يا اما هو الديكريز بالصوديوم الماكلودنسيس راح تتحسس قله بالصوديوم وسوي لنا سكريشن او تنطي ستيمولس الى الجكسر جلوميرولوسيس وطلع لنا الرنين، او هو الديكريز بالصوديوم بحد ذاته معناه اكو ديكريز بالبلازما فوليوم، معناه ديكريز بالكاردييك اوتبوت، معناه ديكريز بالرينال بلاد فلو، معناه واذا قل عندنا بالرينال بلاد فلو جي جي سيز راح تتحسس لو بلاد بريشر وطلع لنا رنين. الفاكتور الرابع اللي يسوي لنا سكريشن اوف الدوستيرون هو الاي سي تي اتش. احنا قلنا الاي سي تي اتش استيمنيت كورتيزول سكريشن هناك بالجلوكوكورتيكويد، هسه شافوا الاي سي تي اتش هم يسوي لنا استيمنيشن اوف سكريشن اوف الدوستيرون، وكذلك يسوي لنا راح نشوف استيمنيت سكريشن اوف ذا اندروجين. الفاكتور اللي يقلل الدوستيرون سكريشن هو الاتريال ناتريوريتريك بيبتايد، وهذا انتم ماخذينه بالكارديو فاسكولار سيستم. When there is an increase in the blood volume or pressure, there will be stimulation of arterial stretch receptor and there will be secretion of arterial natriuretic peptide. من اسمه natriuretic، إذا هذا يزيد لنا الـ excretion of sodium باليورين معناه راح يقلل لنا blood volume والـ blood pressure. هذا سمري إلى الميكانيزم، هي أعتقد إحنا كلها اخذناها. من يزداد البوتاسيوم اذا 1 ملي كوفالنت انكريز ان ذا بوتاسيوم ان ذا اكسترا سيلولر فلويد كوز انكريز ان الدوستيرون سكريشن، يعني من يزداد البوتاسيوم معناه البوتاسيوم ليك فروم ذا ادرينا كورتيكال سيلز راح يقل، معناه البوتاسيوم راح يبقى بالسيلز، بقاء البوتاسيوم بالسيلز راح يسوي لنا ديبولاريزيشن. ديبولاريزيشن معناه راح تنفتح عندنا فولتج جيتد كالسيوم شانلز، ومن يدخل الكالسيوم راح يصير عندنا ريليز اوف الدوستيرون، يعني عندنا سكريشن اوف الهرمون هي اكتف بروسيس باي اكسوسايتوسيس وتحتاج الى الكالسيوم. وهذا الرنين انجيوتنسيس تم قلناها الثري فاكتور هي ديكريز بالرينال بلاد فلو والستيمنيت جي جي سيلز، ديكريز ان ذا صوديوم معناها الكوانتيتي اوف صوديوم اللي توصل الماكيلا دنسا قليله، هذا سو الستيمنيت ماكيلا دنسا سيلز والسمباثيتك ستيميليشن ثرو ذا بيتا ريسبتورز. واحد من الاسباب الهايبرتنشن يسمونه هو رينال ارتري هايبرتنشن اللي هو سكندري مو اسنشيال، بسبب عندنا ستينوسيس بالرينال ارتري معناه الرينال بلاد فلو راح يكون قليل، ولهذا راح تتحسس الجي جي سيلز وتطلع لنا رنين، والرنين راح يسوي لنا انجيوتنسين، والانجيوتنسين يسوي لنا فيزو كونستركشن، بالاضافه للانجيوتنسين ستيمنيت الدوستيرون سكريشن هذا كوز فلويد ريتينشن وراح يزداد بلد فوليوم بلد بريشر. اذا واحد من اسباب الهايبرتنشن هو الرينال ارتري ستينوسيس، وهذه الميكانيزم مالته شلون يسوي لنا هايبرتنشن. كوانتيتي اوف بودي صوديوم قلناها تشتغل بطريقتين ايذر اور ذا ماكيولا دنسا اور اون رينين انجيوتنسين 2، والاي سي تي اتش ات انكريزز الدوستيرون سكريشن ان ستريس and it does not affect basal level. هسه نجي الى ال disorder of adrenocortical secretion، واحنا قلنا بالهرمونات يا اما زياده بالهرمونات او decrease بالهرمونات. Hyposecretion of the adrenocortical hormones either chronic adrenal insufficiency or acute. الاكيوت راح نشوفه ينطينا فد نسميها Addisonian crisis. Chronic adrenal insufficiency three type primary secondary tertiary. The primary يعطينا Addison disease اللي هو هنا severe manifestation واللي هو اهم واحد.
بالنسبه الى الهايبر سكريشن، يا اما اكو زياده بالالدوستيرون يا اما زياده بالكورتيزول. زياده بالكورتيزول راح تعطينا كوشينج سيندروم، وزياده بالالدوستيرون هي ايذر برايمري الدوستيرونيزم او سكندري الدوستيرونيزم او جلوكوكورتيكويد ريميديابل الدوستيرونيزم، يعني زياده بالالدوستيرون التي يمكن علاجها بالجلوكوكورتيكويد. راح نجي نفهم شنو معناها. برايمري الدوستيرونيزم يعني زياده بالالدوستيرون بسبب السبب هو موجود بالادرينال كورتكس. اذا شنو السبب؟ يجوز عندنا تيومر او هايبربليجيا بالادرينال كورتكس ذات سكريت الدوستيرون، يا مكان بالادرينال كورتكس الزونا جلوميرولوزا، لان الالدوستيرون سكريتد فروم ذا زونا جلوميرولوزا. هذا البرايمري الدوستيرونيزم نسميه كونز سيندروم. Then what are the effects of excess secretion of aldosterone? The aldosterone قلنا يسوي لنا absorption of sodium in exchange with potassium or hydrogen. إذا sodium absorption راح يزداد fluid retention and this lead to hypertension. بس شافوا there is no or slight edema، لأن راح يصير عندنا aldosterone escape بسبب زيادة the blood volume. راح يسوي stimulation of the stretch receptor, arterial stretch receptor. Therefore, there will be secretion of arterial natriuretic peptide, وهذا راح يسوي لنا الناتريوريسيس ويقلل لنا البريشر. Increase excretion of potassium معناه راح يقلل البوتاسيوم، وهذا راح يسوي لنا هايبوكاليميا. والهايبوكاليميا على المسلز يسوي لنا مسل ويكنس because of hyperpolarization. And على الانسولين سكريشن، الهايبوكاليميا decrease insulin secretion معناه راح يصير عندهم هايبرجلايسيميا ويمكن يصير عندهم ديابيتس، وهذا نسميه ديكريز بالجلوكوز توليرنس. راح ناخذ بالبنكرياس الهايبوكاليميا ديكريز باللازما بوتاسيوم انهبيت اور ديكريز انسولين سكريشن، ولهذا يسوي لنا هايبرجلايسيميا. زياده الاكسكريشن اوف هيدروجين باليورين معناه راح تنطينا ميتابوليك الكالوسيس. So these are the features of primary aldosteronism. زيادة بالصوديوم، قلة بالهيدروجين والبوتاسيوم. Secondary aldosteronism هنا سبب زيادة الالدوستيرون، بس السبب مو بالادرينال كورتكس، السبب في other organs. For example عندنا مثلا بالكدني نفروسيز وجاي يزداد عندنا الرينين، او بالهارت هارت كاردياك فيلر هارت فيلر معناه الكاردياك اوتبوت قليله، اذا الرينال بلاد فلو قليل، واذا الرينال بلاد فلو قليل معناها الجي جي سيلز ويل بي ستيموليتد اند ذير بي انكريس سكريشن اوف رينين. او اذا عندنا ليفر ديزيز مثل فور اكزامبل سيرهوزس تشمع بالكبد تليف بالكبد، هنا هو الرينين من يسوي له ان اكتيفيشن؟ هو الليفر. اذا الليفر ديزيز so there is no inactivation of the renin and there is increase in the renin. إذن بثلاث حالات هاي بالكيدني ديزيز أو بالليفر ديزيز أو بالهارت فيلر راح يزداد الرنين، ومن يزداد الرنين يزداد الألدوستيرون and there will be fluid retention and this will lead to hypertension يمكن يعطينا ويعطينا massive edema. يعني المانيفستيشن هي similar to the primary aldosteronism ولكن هنا يصير عندهم ماسيف اديما. النوع الثالث من الالدوستيرونيزم هو نسميه جلوكوكورتيكويد ريميديابل الدوستيرونيزم. هذا هو اوتوسومال ديزيز، يعني قصدي جينيتيك ديزيز اوتوسومال دومينانت. هنا زونا جلوميرولوزا از اكستريملي سنسيتيف تو اي سي تي اتش، يعني احنا هذه زونا جلوميرولوزا سكريت الدوستيرون، لان هي سنسيتيف اكستريملي سنسيتيف مور سنسيتيف تو اي سي تي اتش سو ات سكريت مور الدوستيرون اكثر من الطبيعي. زين احنا شلون نقلل الدوستيرون؟ نعطي كورتيزول. كورتيزول هو جلوكوكورتيكويد، ومثل ما عرفنا بالمحاضره السابقه ان الكورتيزول بي نيجاتيف فيدباك افكت على البيتيوتري جلاند اند ديكريز اي سي تي اتش سكريشن. اذا من نعطي كورتيزول راح يقل الاي سي تي اتش، من يقل الاي سي تي اتش راح يقل الالدوستيرون
واحنا بهاي الطريقه راح نعالج الالدوستيرونيزم. اذا هاي الالدوستيرونيزم كان بي تريتد باي جلوكوكورتيكويد، ولهذا نسميها جلوكوكورتيكويد ريميديبل الالدوستيرونيزم، يعني الالدوستيرونيزم القابله للعلاج بالكورتيزول. هسه الهايبر سكريشن اوف كورتيزول، اذا يزداد عندنا الكورتيزول مو الالدوستيرون راح ينطينا فد سندروم نسميها الكوشينج سندروم، وهذه كلش نشوفها هواي خصوصا عند هذول الاشخاص الانديفيدجوالز اللي ياخذون كورتيزول، ياخذون دكساميتازون بجرعه كبيره ولفترات طويله، طبعا ايذر ابيوز قلنا ياخذوها على مود تزداد الابيتايت مالته ويزداد البودي ويت، او هم مرضى ويحتاجون ان ياخذون كورتيزون خصوصا هذول المرضى اللي عندهم رينال ترانسبلانت، مسوي لهم زرع كلى او زرع تيشوز، يعني زرع كورنيه، بون مارو ترانسبلانتيشن، ليفر ترانسبلانت، هنا نعطيهم كورتيزول حتى نقلل الاميونيتي حتى لا يصير عندهم تيشو ريجكشن، بس براحة نشوف عندهم السايد افكت مال الكورتيزول. او مرضى عندهم اوتو اميون ديزيز وجاي ياخذون كورتيزول هم تطلع عندهم المانيفستيشن او الكورتيزول سايد افكت. الكوشينج سيندروم هي نوعين، يا اما واحد معتمد على الاي سي تي اتش نسميه اي سي تي اتش ديبندنت او اي سي تي اتش اندبندنت. اي سي تي اتش ديبندنت معناه زياده الكوليسترول بسبب اكو زياده بالاي سي تي اتش. شلون يزداد الاي سي تي اتش؟ سببين او ثلاث اسباب. السبب الاول اما عندنا اكو زياده بالكورتيكوتروفين ريليزنج هرمون، وهذا راح يزيد لنا الاي سي تي اتش، والاي سي تي اتش يزيد لنا الكورتيزول. او عندنا تيومر بالبيتيوتري جلاند يزيد لنا الاي سي تي اتش، بيتيوتري ادينوما والاي سي تي اتش يزيد لنا الكورتيزول. او احيانا عندنا اكتوبيك اي سي تي اتش سكريشن، اكو اي سي تي اتش زايد بالبلد بس هذا ما جاي من البيتيوتري، جاي from other tissues for example باللنج، اذا عندنا تيومر باللنج وهذا التيومر سيلز جاي يسوي لنا سكريشن اوف اي سي تي اتش فيزداد الاي سي تي اتش ويزيد لنا الكورتيزول. اذا الاي سي تي اتش ديبندنت كوشينج سيندروم هو اكو زياده بالكورتيزول بسبب زياده بالاي سي تي اتش. السبب الثاني مال كوشينج سيندروم هو اي سي تي اتش اندبندنت، يعني اكو زياده بالكورتيزول بس ماكو زياده بالاي سي تي اتش، بالعكس راح نشوف اكو قله بالاي سي تي اتش. هذا ايضا ادرينال ادينوما، يعني تيومر بالادرينال كورتكس وسكريت كورتيزول، اذا راح يزداد الكورتيزول ليفل، والكورتيزول هذا بي نيجاتيف فيدباك افكت على البيتيوتري يقلل لنا الاي سي تي اتش. او السبب الثاني واللي هو الاكثر شيوعا هو الاياتروجينيك، يعني الدراج انديوز دراج ابيوز انديفيدجوالز، اشخاص جاي ياخذون جلوكوكورتيكويد او مرضى ياخذون جلوكوكورتيكويد، من ياخذون جلوكوكورتيكويد لفتره طويله وجرع عاليه راح يزداد الكورتيزول ليفل ويصير عندنا انهبيشن على البيتيوتري جلاند فيقلل الاي سي تي اتش. So what are the manifestation of Cushing syndrome؟ عندنا four manifestation. اول وحده من المانيفستيشن المهمه اللي هي لها علاقه بالجلوكوكورتيكويد افكت، يعني احنا قلنا من اسمها الكورتيزول هو جلوكوكورتيكويد، اذا بي جلوكوكورتيكويد افكت ايش راح يصير؟ الكورتيزول هو يسوي لنا دايابيتوجينيك افكت، سو ات انكريزز بلاد جلوكوز ليفل، اذا راح يسوي لنا هايبر جلايسيميا، ممكن يصير عندهم ديابيتس، وهذا النوع من الديابيتس قلنا نسميه ادرينال ديابيتس. زين سو ذيس از اون ذا فات، هسه نجي اون ذا كاربوهيدريت. On fat metabolism, carbohydrate causes lipolysis from the extremities, from the peripheral part of the body and deposition of the fat in the central part of the body. يعني يسوي lipolysis باللم و deposition of the fat بالترانك بالفيس بالنك. ايش راح ينطينا؟ راح ينطينا moon face because of deposition of the fat in the face. راح ينطينا trunkal opacity سمنة بالترانك. وايضا راح نشوف عندهم فالو هام. So this is due to deposition of the fat in the central part of the body. على البروتين قلنا الكورتيزول هو كاتابوليك هرمون، يسوي لنا كاتابوليزم اوف ذا بروتين.
So catabolism of protein بال skin. The skin هو protein, fibers, collagen, فراح يصير عندهم thin skin. أكو صورة حلوة راح تشوفوها باليوتيوب اللي هي سترايا, وهنا راح يعطينا purple سترايا ملونة خطوط بالأبدومن, هاي كلش واضحة من نشوف سوي examination إلى المريض وإذا شكينا عنده Cushing syndrome we search for this type of سترايا. هنا شنو السبب يصير عندهم سترايا؟ أول شيء السكين هو قلنا thin because of protein catabolism بالسكين. ثاني شيء راح يصير عندهم deposition of the fat in the abdomen in the belly trunk, يعني فالسكين من ناثن وادو اكو فات ديبوزيشن راح يسوي لنا ستريتشنج على السكين فراح يعطينا هذه السترايا. المريض يجي يقول عنده muscle weakness and this is because of catabolism of protein in the muscles. هم يصير عندهم osteoporosis bone weakness, ويمكن يصير عندهم fracture because of catabolism of protein in the bone, and also they are susceptible to the infection because of low immunity due to لأن عرفنا الكورتيزول تقلل الإميونيتي. إذن هسه هذا أول واحد, أول تأثير هو الجلوكوكورتيكويد إفكت, وشفنا بي إفكت على الكربوهيدرات على الفات وعلى البروتين. مينيرالوكورتيكويد لأن قلنا كلها الجلوكوكورتيكويد بيها مينيرالوكورتيكويد إفكت بس هو لكن هو ويك إفكت. زين إذا بيها مينيرالوكورتيكويد إفكت إذا راح يسوي لنا صوديوم أبزوربشن إن إكستشينج وذ بوتاسيوم أور هيدروجين, إذن معناها راح يزداد الصوديوم يزداد البلازما فوليوم معناها راح يصير عندهم هايبرتنشن, قلة البوتاسيوم راح يسوي لنا هايبوكاليميا. بعد راح نشوف اكو زيادة بالأندروجين, هذا شو وقت يزداد الأندروجين؟ إذا الكوشينج سيندروم هي ACTH dependent, وقلنا إذا ACTH dependent الـ ACTH increases cortisol secretion, increases aldosterone secretion and increases androgen secretion, إذا راح يزداد عندهم الأندروجين. أو إذا عندهم هم adrenal cortex tumor وهذا التيومر ما يطلع ما جاي يطلع بس كورتيزول, أكوية أندروجين, إذا زيادة الأندروجين راح تنطينا muscularizing effect, يعني واحد يصير المصل مالته بولكي شلون هذول الرياضيين اللي ياخذون انابوليك ستيرويد ياخذون اندروجين فصير عندهم المصلز بولكي, وبالاضافه انه الاندروجين يسوي لنا هيرسوتيزم يسوي لنا اكني, يعني الاكني نعرفها هي بالادوليسنت من تصير الاكني هي تعتمد على الاندروجين. المانيفستيشن الرابعة هو يصير عندهم بيجمنتيشن, ونشوف هنا هاي بالهان اللي هي البيجمنتيشن. البيجمنت بالسكين هي جاية من الميلانين, واللي يفرز الميلانين هو الميلانوسايت السيلز الموجودة بالسكين. الميلانوسايت يسوي من يسوي الهستيموليشن هو الميلانوسايت استيموليتنج هرمون, اذا من يزداد الميلانوسايت استيموليتنج هرمون يزداد الميلانين ويصير عندنا بيجمنتيشن. ACTH has melanocyte stimulating hormone activity, then be action مثل melanocyte stimulating hormone. زين اذا من يزداد ACTH بالكوشينج سيندروم اللي هو ACTH dependent راح يصير عندهم pigmentation, بس بالACTH independent ما يصير عندهم pigmentation. Hyposecretion of the adrenocortical hormone. هنا قلنا نوعين, يا أما chronic or acute. بالacute يمطينا Addisonian crisis. بالchronic we have a primary, secondary and tertiary. Primary hyposecretion معنى primary adrenal insufficiency. إذا أكو defect بالadrenal cortex and the adrenal cortex and there is deficiency in the adrenocortical hormone. إذن هذا primary. والهنا الديفكت يمكن يكون بسبب tuberculosis بالadrenal cortex, tumor بالadrenal cortex, autoimmunity على الadrenal cortex, وسواء destruction بالadrenal cortex. إذن هنا راح نشوف
الجلوكوكورتيكول والمينيرالوكورتيكول كلها راح يصير بيها deficiency because of destruction بالادرينال كورتكس. اذا راح نشوف المانيفستيشن هنا تصير كلش سيفير مانيفستيشن because of destruction in the adrenal cortex. السبب الثاني للهايبوسكريشن هو السكندري. اذا سكندري معناها الادرينال كورتكس نورمال، بس الديفكت منين؟ ديفكت بالبيتيوتري جلاند. ذا بيتيوتري جلاند اكو ديفكت بالاي سي تي اتش سكريشن. اذا اكو ديفكت بالاي سي تي سكريشن معناها راح يقل الكورتيزون، ولكن الالدوستيرون يتاثر بصوره اقل، لان الموست امبورتنت فاكتور اللي هو ريجوليتنج الالدوستيرون سكريشن هو البوتاسيوم، بالاضافه الى عندنا الارادين انجيوتنسيس سيستم وعندنا الكوانتيتي اوف بودي صوديوم. لان سكريشن اوف الالدوستيرون ما يعتمد بصوره رئيسيه على الاي سي تي اتش، يعتمد على اذر فاكتور. اذا الالدوستيرون سكريشن راح يكون تقريبا نورمال بس الكورتيزول يقل، اذا اكيد المانيفستيشن هنا تصير مايلد مقارنه بالبرايمري ادرينال انسفيشنسي. اللي البرايمري ادرينال انسفيشنسي نسميها اديسون ديزيز. التيرشري ادرينال انسفيشنسي هنا ديفكت بالهايبوثالاموس، سو ديكريز ان ذا كورتيكوتروفين ريليزنج هرمون، so there is decrease in ACTH and decrease in the cortisol وهم المانيفستيشن mild. إذن الهايبوسكريشن either primary, secondary or tertiary. primary يسمي Addison disease اللي هنا المانيفستيشن يكون severe. secondary هنا الديفكت بالبيتيوتري there is decrease in the ACTH secretion. والتيرشري هو الديفكت بالهايبوثالاموس decrease in the corticotrophin releasing hormone والمانيفستيشن هم mild. إذن وين سيفير؟ يصير سيفير بالبرايمري. بس من هو الموست كومن؟ الموست كومن هو السكندري. احنا راح نركز على البرايمري لان بي المانيفستيشن هي سيفير. سو برايمري ادرينال انسفيشنسي اور اديسون ديزيز. سو وات ار ذا مانيفستيشن؟ مانيفستيشن عندنا ديفكت بالادرينال كورتكس، اذا سكريشن اوف كورتيكوستيرويد قليله، جلوكوكورتيكويد قليله، وسكريشن اوف مينيرالوكورتيكويد هم قليله. سو مينيرالوكورتيكويد ديفيشنسي ايش راح ينطينا؟ ديكريز بالصوديوم ابزوربشن معناه ديكريز بالبلازما فوليوم معناه هايبوتنشن وشوك. ولهذا قلنا الادرينال كورتكس از اسينشال فور ذا لايف. شوفوا من يقل عندنا المينيرالوكورتيكويد المريض راح يصير عنده شوك، يمكن يصير عنده دم. بوتاسيوم اكسكريشن ويل بي ديكريز، سو ذير از بوتاسيوم ريتنشن معناه راح يصير عندهم هايبركاليمي. هيدروجين اكسكريشن بالكيدني اوسو ديكريز، سو هيدروجين ريتنشن اند ذس ويل كوز ميتابوليك اسيدوسيس. مانيفستيشن ديو تو جلوكوكورتيكويد ديفيشنسي. هسه اذا قل الكورتيزول قلنا على الكربوهيدرات الكورتيزول يزيد لنا البلد جلوكوز، فاذا كورتيزول ماكو راح يصير عندهم المرضى هايبوغلايسيميا. وهذا المريض من يصوم فاستنج will pass into fatal hypoglycemia. الفات والبروتين قلنا الكورتيزول سوينا لايبولايسيز وسوينا بروتين كاتابوليزم to increase energy supply. So in primary adrenal insufficiency there is decrease energy mobilization, decrease بالفاتي acid and amino acid, and this will lead to severe muscle weakness and decrease resistance to the stress. المانيفستيشن الثالثة هو زيادة بالACTH، واحنا قلنا من يصير عندنا ديكريز بالكورتيزول معناه نيجاتيف فيدباك افكت على البيتيوتري جلاند. There is no negative feedback effect, so there is an increase in the ACTH secretion. زيادة الACTH قلنا الACTH بي هاز ميلانوسايت stimulating hormone activity، اذا راح يسوي لنا بيجمنتيشن، وتشوفون هاي البيجمنتيشن بالقام والاذر سكين كريس. سكندري ادرينال انسفيشنسي قلنا هنا الكوز بالبيتيوتري جلاند and there is decrease in the ACTH secretion. And the tertiary adrenal insufficiency the defect in the hypothalamus and there is decrease in the corticotrophin releasing hormone.
So the effect of secondary and tertiary adrenal insufficiency are similar to the primary adrenal insufficiency, but they are milder and there is no pigmentation. ليش milder? Because there is no mineralocorticoid deficiency. لأن قلنا الألدوستيرون ما يعتمد بس على ACTH، يعتمد على البلازما صوديوم، يعتمد على البلازما بوتاسيوم والرنين أنجيوتنسين سيستم، وهي كلها تشتغل وتقدر تسوي لنا سكريشن أو ألدوستيرون. So the features are milder. Milder. And there is no pigmentation. سبب ليش ما عندنا pigmentation؟ لأن هو already الـ ACTH قليل، والـ ACTH هو اللي يسوي الـ pigmentation. نجي على الأكيوت أدرينوكورتيكال ديفيشنسي اللي راح يسوينا كرايسيس، نسميها الأديسونيان كرايسيس. And this is caused by different stresses in Addison disease patient which causes shock and death. احنا بالنورمال قلنا الستيمولس على الهايبوثالاماس اللي زايدين الكورتيكوتروفين ريليزنج هرمون هو الستريس. يعني هسه النورمال انديفيجوال من يتعرض الى ستريس، الستريس يزيدين لنا كورتيكوتروفين ريليزنج هرمون، وهذا يزيدين لنا الاي سي تي اتش، والاي سي تي اتش يزيدين لنا الكورتيزول، فتتضاعف كميه الكورتيزول بالستريس الى اضعاف عشرات الاضعاف، وهذه مهمه تو ريزيست ستريس، لان قلنا كورتيزول راح يسوي لنا انرجي من الجلوكوز، يزيدين لنا الانرجي سبلاي من الجلوكوز ومن الفاتي اسيد، وراح يسوي لنا فيزو كونستركشن، increase vascular impermeability، ولهذا يرفع الـ blood pressure. إذن هو مهم for the resistance of stress. زين هسه إذا مريض هو عنده Addison disease، يعني الـ adrenal gland مثل الـ adrenal cortex بها deficiency in the secretion of the adrenocortical hormone، وهذا المريض إذا تعرض إلى stress يحتاج إلى كميات مضاعفة من الكورتيزول، وهي الـ adrenal cortex already compromised، فراح يتعرض الى سيفير هايبوتنشن اند ويكنس، اند ذس ويل ليد تو ذا شوك اند ديث. الاكسوجينوس جلوكوكورتيكويد ادمنستريشن، من ننطي اكسوجينوس جلوكوكورتيكويد لارج دوز فور لونج ديوريشن، ذس ويل انهبيت اي سي تي اتش سكريشن فروم ذا بيتيوتري جلاند. لو اي سي تي اتش معناها الادرينال كورتكس راح يصير بها اتروفي. Atrophy of the adrenal. إذن هذا المريض اللي جاي ياخذ exogenous cortisol for long period high dose راح يصير عنده بالnegative feedback effect، يقل الـ ACTH. قلت الـ ACTH الـ adrenal cortex راح يصير بها atrophy. إذا قطع الجلوكوكورتيكول بصورة مفاجئة، زين، إذن هو يحتاج إلى replacement therapy. إذا ما ننطي، منين راح يجيب الكورتيزول أو الأدرينوكورتيكال هرمون؟ لازم من الأدرينال كورتكس. إذا قطعها وقطع الكورتيزول، زين، الأدرينال كورتكس هي بيها صار بيها أتروفي because of low ACTH due to negative feedback effect، فراح يمرون بشوك، وهم نسميها الأديسونيا كرايسيس. Summary of the lecture: Aldosterone secretion is controlled by four factors: plasma potassium, renin angiotensin system, quantity of body sodium, and ACTH. ACTH stimulate aldosterone secretion, cortisol secretion, and adrenal androgen secretion. Adrenocortical hyposecretion, either chronic or acute. Acute causes Addisonian crisis. Chronic, either primary, secondary, or tertiary. Primary causes Addison disease and causes severe manifestation. Manifestation with secondary and tertiary adrenal insufficiency are milder than in primary adrenal insufficiency. Adrenocortical hypersecretion causes either Cushing syndrome or Cushing disease, إذا أكو زيادة بالكورتيزول. Or causes hyperaldosteronism إذا زيادة بالالدوستيرون. شكرا جزيلا لكم طلاب. نفتح باب المناقشة. سؤال استفسار طلاب على اللكتشر.
طلاب ما عندكم سؤال؟ ماكو سؤال طلاب؟ ماكو سؤال طلاب؟ أنهي المحاضرة؟ أحد يجاوبني؟ طلاب استمعوني لو ما سمعون. نعم دكتور نسمع. ما عندكم سؤال انهي المحاضرة؟